ليه لازم تسافر فيينا؟ فيينا هي عاصمة النمسا وأكبر المدن فيها. بتتميز فيينا بحضارتها وثقافتها وعراقتها. أول ما توصل فيينا من المطار هتشتري كارت المواصلات اللي مدته 3 أيام ب 15 يورو وبيسهل عليك حركة التنقل. الفنادق النظيفة هناك بتبتدي من 70 يورو في الليلة، وأنصحك بأوتيل اسمه أمباسدور موجود في شارع كارتنر، واحد من أشهر شوارع وسط المدينة بفيينا. شارع ماريا هيرفر هو شارع التسوق بفيينا، واحد من أشهر الشوارع اللي لازم تاخد فيه لفة. ابدأ يومك بفطار في كافيه سنترال، واحد من أعرق الكافيهات هناك، اللي كان ملتقى للأدباء والشعراء والفنانين في فيينا. لفة بالحنطور من الأساسيات اللي تعملها هناك. لازم زيارة لفيينا بريتا، تاخد لفة بعجلة فيينا وتلعب شوية ألعاب تفكرك بذكريات الطفولة. امشي بإزازة المية بتاعتك في فيينا عشان هتلاقي ووتر تاب في كل حتة ممكن تشرب منها. ولو معاك أطفال لازم تزور الأكواريوم، كافيه عايدة ترند هناك، وهتشرب من عنده أحلى قهوة وتاكل من عنده آيس كريم. كيكة زاخر أشهر كيكة هناك، وأحسن مكان هتاكلها فيه هو زاخر كافيه. ساحة ستيفنز هي من أشهر الساحات اللي بتجمع فيها الناس هناك، وده علشان هتلاقي هناك اشهر معلم سياحي في فيينا، كاتدرائية ستيفنز. وقت غروب الشمس هتشوف جمال وسحر المدينة. هتلاقي شباك صغير اسمه فينستر كافيه، يبيع قهوة بيحطها في كون بالشوكولاتة، دي اساسي تجربها. الشنيتسل هي اشهر اكلة، وهي عبارة عن بفتيك من لحمة العجل. احسن واحد بيعملها هناك هو فيج مولر، واساسي وضروري تشتري بسكوت مينر، احلى بسكوت في العالم. لو قرصك الجوع بالليل متأخر مش هتلاقي غير بيزي بيتزا هو اللي فاتح. ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، ومستني رأيك في الكومنتات.